السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة رقم 8 اليوم الأربعاء 1/7/2020 بعنوان Delivery of Proteins. طبعاً هذه راح تكون على أكثر من جزء. الجزء اليوم راح يكون خاص بال Routes of Administration بالنسبة لل Biotech Project أو بالنسبة لل Proteins. طبعاً هو بالنسبة لل Route of Administration كان be divided into two main types اللي هي ال Parenteral Route of Administration and Non-Parenteral Route of Administration. فبالنسبة للParenteral Systemic Delivery عادة إحنا ما يخص البروتينز أو البيبتايدز Delivery أغلب الأحيان يعني Route of Administration نحتاجه to get Systemic Effect. من المعروف مثلا بالنسبة للأدوية اللي يصير بها Administration داخل الجسم بشكل عام إنه هي أما for Local or Systemic Effect. لكن أغلب أنواع البيوتيك البروجكت او البروتينز هي فور سيستميك ديليفري، فاحنا نركز على هذا الجزء اللي هو السيستميك ديليفري. فشلون نقدر نحصل سيستميك ديليفري وبالتالي سيستميك افكت؟ فنقول سيستميك يعني راح يكون اكيد بسايد افكت، يكون بدفيرس افكت، بفارماكولوجيكال اكتيفيتي اللي هي سرعتها تعتمد حسب الروت اوف ادمنستريشن، وجد يحتاج وقت على ان يوصل للسايت اوف ذا اكشن. فبشكل عام البارنترال اللي تحتاج الى انجكشن يعني تحتاج الى حقن، عندنا وي هاف اي في سركوتينيوس انترابيكتونيال اند انترامسكولار. والنوع الاخضر هو النون بارنترال سيستميك ديليفري اورال نيزال بوكال اكولار ريكتال ترانزيرمال اند بولمونري روتس. فبالنسبه للبارنترال روت اوف ادمنستريشن اللي هو فور ذا سيستميك ديليفري اوف ثيرابيوتيك بيبتايدز اند بروتينز، ات از كرنتلي بيليفد تو بي ذا موست افيشنت روت and also the delivery method of choice to achieve therapeutic activity. إذن هي the delivery method of choice to achieve therapeutic activity بالنسبة للبروتين هو البارنترال route. بالنسبة للبارنترال administration is here defined as the administration via those routes where a needle is used. إذن في وقت ما نحتاج النيدل، إذن هذا تحتاج إلى نيدل، تحتاج إلى أحيانا يكون هو self administration، تحتاج إلى practitioner. فتضمن مثلا الـ IV، الـ IM، subcutaneous and intraperitoneal injection. These routes with different residence time and disposition. A residence time and the time required for the drug to be remain at the site of administration. احنا عندنا جزئين، اكو site of administration، site of the action. Site of administration مثلا سبيل IV هو البلود راح يكون. Site of the action مو شرط يكون البلود، قد يكون في تشو معين او البلود أو. فهذه بالنسبه للـ IV. بالنسبه للـ IM site of administration هو يكون المصل، لكن site of the action راح يكون مثلا اكيد خارج المصل. هذا ما يخص الريزيدنس تايم. فقد يبقى بالاي في اكيد راح يكون سريع، بالاي ام راح يحتاج وقت، السيركت نفسه يحتاج وقت، بالانترابيريتونيال يحتاج الى وقت، فيختلف الريزيدنس تايم باختلاف الانجكتبل سايت. اما ما يخص الديسبوزيشن يعني قد يحتاج وقت للدراج تو بي مثلا يعني كانه تو بي ابزورب او تو بي اكستراكتد. احنا ما نقدر معنى نقول ابزوربشن يعني كانه نقصد بدائما الجايتي او وجود بارير، هو نفس الفكره تقريبا. يعني انا مثلا بالبلود دايركت انجكشن هذا الديسبوزيشن ما راح يكون فيري رابيد، مباشره راح يتوزع بالسيستميك سيركيليشن، لكن اكيد بقيه الروز لا يحتاج. فالديسبوزيشن اكيد يختلف باختلاف الانجكتبل سايت اوف ادمنستريشن. سو ذير از ا سيجنيفيكانت افكت on the therapeutic performance of the drug. Among them, بالنسبه لهذه الانواع الـ IV administration is currently the method of choice for systemic delivery. This change اللي موجوده between مثلا this parenteral route of administration هي سببها شنو؟ قلنا the prolonged residence time at the IM or subcutaneous site of the injection compared to the IV administration and the enhanced exposure. طبعا هنا إذا ازداد الريزيدنس تايم بالنسبة للبيبتايد أو البروتين راح يكون معرض أكثر للديجريديشن ريأكشن بالبيبتايديزز اللي هو يعني عبر عنه أحيانا بروتيولايتيك ديجريديشن. فهذه الإنزيمز موجودة بكل جسم، بكل جزء، بكل الجسم، كل جزء، بكل يعني تشو أورجن موجودة هذه الإنزيمز. فقد يتعرض لهذه الإنزيمز في ديجريديشن وهذا تقلل من تركيز الدراج الأفيلابل فور ذا ديسبوزيشن. In addition to the protein tissue bounding, أحيانا يصير bounding أو مثلا interaction between the protein and tissue، هذا قد يعيق عملية disposition. فهذه من ناحية، الناحية الأخرى أكو اختلاف في disposition أيضا باختلاف في route of administration. بالنسبة للنقطة الأولى اللي تخص residence time، أيضا we have other factors involved. مثلا diabetic can become insulin resistant through high tissue peptidase activity. Exercise level of the muscle at the injection site أيضا قد يغير، وهذا احتمال قد يصير يحتاج exercise أو مساج. Thermal أو الهيت
افكت موجود ستيت اوف ذا تيشو، هل هي مثلا نيكروتيك اور هيلثي. اذا كانت نيكروتيك معناته ما راح مثلا تكون مثلا تعتبر في البارير ايدنتيكال، فاذا كانت نيكروتيك، اذا كانت هيلثي تكون هي بارير مواصفات العامه اللي وجود الليبيد وجود البروتين، هذه حسب الابيثيليا اللي صاير بها ادمنستريشن. هاي ما يخص النقطه الاولى. النقطه الثانيه الفاكتورز انفولد ان مولكيولر ويت اوف بروتين هو اللي ياثر على الديسبوزيشن اوف بروتين فروم ذا سايت اوف ادمنستريشن، هو يعتبر ديتيرمينانت فاكتور فور ذا ديسبوزيشن. Upon administration, the protein may be transported to the blood through the lymphatic or may enter the blood circulation through the capillary wall at the site of injection. فنلاحظ خلال الرسم انه site of injection بحسب المولكيولر ويت اوف ذا بروتين لو اور هاي. اذا كان لو فدايركتلي جو تو ذا بلاد، ويكون اكيد انه ما راح يحتاج وقت طويل فور ذا ديسبوزيشن. لكن اذا كان هاي مولكيولر ويت انه يعمل كفورين بارتكلز، فهذا يروح للليمفاتيك سيستم، فمن خلال بعد الليمفاتيك سيستم اللي يرجع للبلود، فيحتاج وقت اكثر. فاكيد اختلاف بالديسبوزيشن خصوصا اذا كان عندنا سبكوتينيوس اور اي ام انجكشن حسب المولكيولر ويت. The fraction of the administered dose taken by this lymphatic route is molecular weight dependent. قلنا هاي molecular weight لو باتجاه lymphatic route. فمن خلال يصير عندنا lymphatic transport راح ياخذ takes time hours and uptake in the blood circulation is highly dependent on the injection site. On its way to the blood, the lymph passes through. طبعا هنا المشكلة إنه أولا the large molecular weight راح قلنا راح يحتاج إلى وقت أطول for the disposition. بغض النظر هو IM or subcutaneous. بعد راح من يكون راح يعني يروح باتجاه الليمف، فالليمف passes through draining يعني الليمف واللي محتويات مالته قد تكون هو الدرج او البروتين هو هاي مولكيولر ويت. through draining lymph nodes راح يصير contact is possible between lymph contact and the cells of the immune system such as macrophage B and T lymphocyte اللي residing in the lymph nodes. فاذا يصير contact كانه يصير ان immunogenic response بالنسبه للبروتين، وهذا قد احيانا يعرض الى فاجوسايتوسيس وغيره. وهذا كله مثلا احيانا اكو ميثودز اوف اليمينيشن غير البروتيولاتيك ديجريديشن، هي تعتمد على الخلايا الدفاعيه. الخلايا الدفاعيه تصير انجولفمنت لبعض انواع من البروتين وتقلل من البروتين الافيلبل تو ذا سايت اوف ذا اكشن، فهذه ايضا قد تعتبر كانه اليمينيشن سايت اعتمادا على الفاجوسايتوسيس. فاللي يروح للليمف يكون معرض لهذا لهذا يعني هذا الليميتيشن الموجود اللي هو يخص اللارج مولكيولر ويت، انه يصير بانجلفمنت باي ذا اميون يعني اميون سيستم، او نقول بالفاجوسايت، فيصير فاجوسايتوس فيقلل من دراج افيلبل في ذا سايت اوف ذا اكشن او اللي يروح باتجاه البلود. الاورال روت اوف ادمنستريشن النوع الاخر، يعني تحدثنا هسه عن البارانترا ومثلا والاختلافات البيانات. نجي النوع الثاني اللي يستخدم commonly for drugs in general اللي هو oral route of administration. It is preferred because it is patient friendly and no intervention by healthcare professional is necessary to administer the drug. The oral bioavailability is usually very low بالنسبه للبيوتيك products protein or peptide بسبب البروتين degradation in the GIT معرض اكثر مقارنة يعني مع الانجكتبل روتس، يكون اكثر البروتين ديجريديشن. بعد البور بيرميشن وذن جي اي تي ان كيس اوف باسيف ترانسبورت بروسيس، معروف ان نعرف انه وي هاف ديفرنت ميكانيزم فور ذا ترانسبورت اور ابزوربشن، وي هاف باسيف اند اكتيف ترانسبورت. فبالنسبه للباسيف هو الشكل الجزء الاكبر خصوصا الونج ذا جي اي تي. بالنسبه للانتستين اغلب الادويه اللي هي الابزوربشن ما بي مشكله، يكون الونج ذا جي اي الونج ذا انتستين اللي هو يعتمد على الباسيف ترانسبورت يعني عنده لايبوفيليسيتي. لكن البروتينز البيبتايد بشكل عام شو تكون هي؟ تو هيدروفيليك بولر كومباوند، فهذه عاده تعاني في عمليه البيرميشن خلال الليبويدال ممبرين، يعني ما تعتمد على الباسيف ترانسبورت. بالنسبه للديجريديشن بروبلم اكار ديو تو ذا بريزنس اوف بروتيولاتيك انزيمز اللي اسم بروتيسز او بيبتايديز بيبتايد بروتيز على البروتين. هذه الانزيمز هي ريسبونسبل فور بريكنج داون بروتين ان اور فود. احنا اكيد البروتين موجود بالطعام، ما نستفاد من عنده اذا ما صار بهضم، يعني بوجود هذه الانزيمات الهضميه اللي هي البروتيسز، فتكسر البروتين تو امينو اسيد اور داي تريبتايد تو بي ابزورب. بنفس البروتين الموجود ما يتعرض من الانزيم نفسه، راح تشتغل ايضا على البروتين اللي هو يعني مثلا اكزوجينوس بروتين. مثلا بالستومك وي هاف بيبسينز اللي هي فاميلي اوف اسبارتيك بروتيسز، هذه سكريتد تكون اكتف بين بي اتش 3 الى 5، اللي هي شو وقت تكون 3 الى 5؟ اكيد ما بعد الطعام.
وتفقد فعاليتها at higher pH values. البيبسينز تكون أنواع بالنسبة اللي هي family of aspartic proteases كتصنيفها، هي بروتيز بس بيبسيون موجودة بالستومك. البيبسي نفسها تقسم لأكثر نوع، قسم عبارة عن endo peptidases اللي هو capable of cleaving peptide bond distant from the ends of the peptide، يعني تشتغل على النص مو على الجانب. Selectively cleave peptide bond between two hydrophobic amino acids. مثلا عندنا other endopeptides قد تكون active in the GIT at neutral pH values، غير هذه المثال اللي ذكرناه اللي هي تكون بالثلاثة إلى خمسة، عندنا نوع يكون active at neutral pH، تريبسين، كيموتريبسين، إلاستيز، هذه تكون عندها different peptide bond cleavage properties that more or less complement each other. In addition, we have exopeptides اللي هي proteases degrading peptide chains from their ends، يعني تشتغل على النهايات المالتي البيبتايد أو البروتينات. For example, we have carboxy peptides A and B. Mid GI lumen أيضا we have protein cut into fragments that effectively further break down to amino acid di and tripeptide by brush border and cytoplasm proteases of the enterocyte. Then we have different types of peptides بالستومك، endo exo peptides بالGI lumen كلها هذه وتعتمد على البيش من ناحية الاكتيفيتي. هذا ما يخص الـ degradation أو البروتيلاتيك degradation بالـ GIT. بالنسبة للـ permeation، الـ high molecular weight molecules do not readily penetrate the intact and mature epithelial barrier depending on the diffusion principle أو passive diffusion where the diffusion coefficient decreases with increasing molecular size. إذن هذه تعتبر مشكلة بالنسبة للبروتينز. A typical transport mechanism is paracellular transport. There are tight junctions between each of the cells and the epithelium that prevent water and aqueous soluble compound from moving past these cells. من خلال الرسم مثلا من خلال عندنا we have transcellular pathway اللي هو يعني خلال الليبويدال ممبرين، وهذا يعتبر يعتمد على الباسيف ديفيوجن برنسبل. اكيد الدراج اللايبوفيليك يعبر، لكن الدراجز اللي هو هيدروفيليك لارج مولكيولر ويت فاغلب الاحيان يعتمد على الباراسيلولار باثوي. الباراسيلولار باثوي توجد هنا تايت جنكشن بين ذا سيلز، فاكيد همنا البروتين بسبب المولكيولر سايز ما تم يقدر ما يقدر يعبر. صحيح هذه المنطقه هي هيدروفيليك والبروتين هيدروفيليك، بس مشكلته هنا راح تواجه شنو المولكيولر سايز يعبر، فيحتاج الى انهانسمنت للبرميشن خلال استخدام فد ماتيريالز معينه او ميثودز معينه فور ابزوربشن انهانسمنت خلال الباراسيلولار باثوي. بالنسبة للأورال إيمونيزيشن أو الفاكسينيشن، only small fraction of the antigen protein has to reach its target site to elicit an immune response. The target cells بالنسبة للأورال إيمونيزيشن مثلا مثل لقاح شلل الأطفال، التارجت سيلز وين هي تكون الليمفوسايت والانتيجين بريزنتك اكسسوري سيلز اللي هي لوكيتد باي البايرز باتشز. فهنا من يكون التارجت سيلز هو قريب بالجي اي تي الاورال اميونيزيشن يكون اسهل بعض انواع من اللقاحات. هنلاحظ الانتستاينال بايرز باتشز فوجود بالنسبه هذه الفيلايل الابيثيليال سيلز موجوده بهالمنطقه هذه. طبعا اكو جوبل سيلز اللي تفرز الميوسين، ماتشور اند اماتشور ام سيلز او اللي هي الليمفوسايت موجوده بهالمنطقه هذه اللي هي الليمفوسايت اللي هي التارجت فور ذا الاورال اميونيزيشن اور فاكسين. فهذه تعتبر حاله استثنائيه انه سمول فراكشن كان بي ابزورد السايت اوف ذا اكشن هو قريب، فبامكان نحصل اورال اميونيزيشن. يعني بشكل عام الاورال بمشاكل قلنا تخص الديجريديشن تخص بيرميشن ما عدا الاورال فاكسين للسمول فراكشن بروتين. هذه المناطق ايضا تتميز انه تكون ليتل لايزوزومال ديجريديشن كاباسيتي، الميوكوس برودوسينج جلوبال سيلز دنسيتي از ريدوست فلس ميوكوس برودكشن، وهذه كلها تنعكس بعدين على الثيكنس مالت اللاير، وهذه تساعد بعمليه الامتصاص او وصول الفاكسين تو ذا سايت اوف ذا اكشن. As attempt to improve the antigen delivery here, microspheres, liposomes, modified live vectors like attenuated bacteria and كل هذه تستخدم أيضا for potentiation or for enhancement of the absorption of these oral vaccines. Commercially available orally administered peptide drugs, we have desmopressin acetate اللي هو المنارين، طبعا يتكون من 9 امينو اسيد، المولكيولر ويت مالته 1183 دالتن، يعتبر يعني يعتبر لارج، هذا سمول. السايكلوسبورين كذلك 11 امينو اسيد 1203 فموجود يعني commercially available كاورال بروتين. Alternative routes for administration
وايضا for systemic effect include nasal, pulmonary, rectal, focal and transdermal route. There is no need of needles, no sterility and injection skills. فهذه كلها تعتبر advantage بالنسبة لهذه الروتس. Without an absorption enhancing technology, they are characterized with too low bioavailability, except the pulmonary route may be out this route. But أغلب هذه الروتس تحتاج إلى absorption enhancing technology. يعني هو اعتماد على الباراسيلولار روت فيحتاج الى انهانسمنت خلال هذا الباراسيلولار روت من خلال يعني التاثير على التايت جنكشن. بالنسبه للنيزل روت يعني ادفانتج از ايزلي اكسسبل بروبلي لوور بروتولايتيك اكتيفيتي ذان ذا جي اي تي. يوز اوف ابزوربشن انهانسر از بوسيبل بالنسبه للنيزل روت معناته انه بكان نحصل نقول تمركز نعبر عن كونتينمنت للابزوربشن انهانسر. الابزوربشن انهانسر هو ماده تضاف ضمن الفورميليشن اوف ذا بايوتيك برودكت زيد يعني انهانس ذا ابزوربشن فيا باراسيلولار روت خلال التايت جنكشن. تشتغل على التايت جنكشن كنا عمليه يعني نقول عمليه فصل عمليه تضعيف الهاي التايت جنكشن لكن تكون ريفرسبل مو ريفرسبل لانه ما تسبب دامج او تسبب نكروسيس بالابيثيليا بحيث تفقد وظيفتها مجرد انه تفسح المجال للبروتين يعبر من خلالها. فهذا تكون متداول او بمتناول اليد بالنسبه للنيزل روت بدون ما يسبب ريفرسبل دامج بالنسبه للنيزل ابيثيليا. Disadvantage بالنسبة للنيزل روت reproducibility خصوصا بالباثولوجيكال كونديشن لايك رينيتس. فهنا في هذه الحالة الامراض هذه تاثر على يعني وجود الديبوزيشن اوف ذا دراج انسايد ذا نيزل كافيتي. وجود السيلياري موفمنت ايضا هذه قد تدفع لدراج خارج ويعني يتمنع امتصاص اللو بايو افيلابيلتي فور ذا بروتينز بشكل عام. Examples we have desmopressin acetate and minerin ايضا موجود بشكل اورال وهنا موجود بشكل نيزل. سيناريل اللي هو ال اتش ار اتش اجونست النافرلين هذا 9 امينو اسيد. المايكارسين اللي هو كالسيتونين 32 امينو اسيد وهذا يعتبر يعني مولكيولات مالت اعلى من البقيه. هذه كلها كان يصير بها يعني متوفره بشكل نيزل بايوتيك برودكت. البولينر روت ادفانتج ريلاتيفلي ايزي تو اكسس يعني قياسا مع مثلا انجكتبل. سبستانشال فراكشن اوف انسولين ار ابزورب شافوا يعني من انواع البروتين اللي صاير بي ادمنستريشن اعتماد على هذا الروت. بوسيبل يوز اوف ابزوربشن انهانسر نفس السبب اللي ذكرناه بالنيزل. ديز ادفانتج ريبروديوسيبلتي لكن سببها اكيد امراض تختلف عما موجوده بالنوز مثل سموكرز نون سموكرز سيفيتي اميونوجينيسيتي موجوده بسبب وجود الماكروفاج ان ذا لانج. اللانج يعني هسه احنا من خلال عمليه الاستنشاق الداست او او نقول اي كونتامينت هي اكو وي هاف سيلياري ديفنس ميكانيزم تمنع ويعني البارتكلز تنزل الاسفل خصوصا البارتكلز الكبيره. البارتكلز الصغيره بالنانو مثلا قد يكون نفس الحجم مالت مثلا الفيروسات. هذا وين يكون المركز؟ راح يكون عنده خط دفاع اخر يعني موجوده الماكروفاج باللانج اللي عنده هاي افينيتي فور بارتكليت اللي هي تكون بالسمول سايز. فاذا اللانج باكثر من ديفينس ميكانيزم بسيلياري يعني ميوكوسيلياري ميكانيزم اللي تدفع اللارج بارتكلز وين تدفع باتجاه البلعوم. وعندنا ايضا خط اخر اللي هو تخص الماكروفاج اللي خصوصا البارتكلز اللي هي فيري سمول اللي تتجاوز الخط الدفاعي الاول وتوصل بالاسفل يعني توصل مثلا للحويصلات الهوائيه. In human the drug should be inhaled instead of intratracheally administered كما مثلا بالرات يعني شافوا ان احنا بالهيومن ما نقدر نعتمد انه نحصل يعني انتراتريكيال. انتراتريكيال ادمنستريشن شافوا بفوائد من ناحيه البولمونري روت يعني مباشره يصير بالتريكيا لكن بالهيومن هذا صعب. يعني فدليفري اوف انسولين باي ذيس روت هاز بين اكستنسفلي ستديد اون كلينيكال فيز 3 يعني وصل مراحل متقدمه عمليه بالبحوث والتجارب بالنسبه للهيومن. ايفالويتنج افيكاسي اند سيفيتي هاف بين بيفورد اور ار جوينج. The first pulmonary insulin formulation was approved by the FDA in January 2006 باسم تجاري يسمونه اكسبيرا. هذا بال 1980 was protected by soybean seeds. طبعا السويبين سيدز هي تعتبر انزيم انهبيتر يعني تقلل من تاثير البروتيسز على الانسولين فهي ضافوها ضمن الفورميليشن. يعني احنا هسه باعتبار احنا عندنا تحدثنا قلنا الابزوربشن انهانسر ينطينا انهانسمنت بالابزوربشن بالتالي زيد البايو افيلابيلتي اوف ذا بروتينز اور بيبتايد. بعد الجانب الاخر يستخدمون انزيم انهبيتر يعني انزيم نقصد بالبروتيسز اي ماده بامكان تمنع تاثير البروتيز ايضا راح تقلل من البروتيولاتيك ديجريديشن. هذا الابروتش استخدمه بالنسبه لاكسبيرا بس هذا طبعا تم تسويقه وشافوا انه به فعاليه شابه يعني فعاليه السبكوتينيوس لكنه ايضا تمت عمليه السحب بالنسبه له فيما بعد. البولونري انهيليشن اوف انسولين از سبيسيفيكالي
tested for the mealtime glucose control. أكيد يراقبون تأثير الإنسولين خلال مراقبة الجلوكوز ليفل بالدم. The uptake of insulin is faster than after regular subcutaneous insulin injection. البيك 5 إلى 60 مينت مقابل 60 إلى 80 مينت بالسبكوتينياس. Reproducibility of the blood glucose response to inhaled insulin was equivalent to subcutaneous injected insulin, but patients preferred inhalation over subcutaneous injection. ما يخص الإنسولين, the fraction of insulin that is ultimately absorbed يعتمد أكيد بشكل يعتمد على the fraction of the inhaled nebulized dose that is actually leaving the device. هاي كمرحلة أولى أنه قد صار بي مثلا الدوز اللي خرجت من السيستم يعني من الـ administration system اللي هو مثلا النيبولايزر أو الإيروزول أو يعني inhaler بشكل عام. The fraction that is actually, هذا طبعا بشكل عام البولمولاري سواء insulin أو غيره يعتمد على the fraction of the inhaled أو nebulized dose. The fraction that is actually deposited in the lung. هل كل جزء اللي خرج من الايروزول من الهيلر او النيبولايزر هو صار بديبوزيشن ان ذا لانج؟ لو جزء مثلا دفع للخارج من خلال الميكوسيلير كليرنس بسبب السايز مالته. بعدها the fraction that is being absorbed, هذا يعتمد اكيد على السايز مالته. This means the total relative uptake, TO percent, ساوي the percent of uptake from the device multiplied by the percent deposited in the lung multiplied by the percent of actually absorbed from the lung. TO percent for insulin is estimated to be about 10%. شافوا نسبتها قليلة. فالمشكلة وين؟ إنه the fraction of the insulin that is absorbed, قلنا هسه هذا TO percent يعتمد على ثلاث أشياء, ثلاثة بارامتر أو ثلاثة factors: the uptake from the device, deposition, والجزء اللي هو absorbed, actually absorbed. فTO percent بشكل عام هو 10%. يعني محصلة هذه الثلاثة هي 10%. السبب No, the fraction of insulin that is absorbed from the lung is estimated to be around 20%. It was small fraction. إذا من اللي ضعف TO percent اللي هو قلنا يعتمد على three values هو الأخير اللي هو percent of actually absorbed from the lung بسبب إنه هو large molecular weight بسبب إنه two polar بيحتاج إلى mechanism معين for the enhancement. شكرا جزيلا.